مرحبا، السلام عليكم. انك تكون اوروبي هذا شيء طبيعي، انت حر، صير اوروبي، صير باكستاني، صير بلجيكي، صير يلي بدك اياه، بس انك تصير اوروبي على ابن بلده لا صعب شوي، او على ابن يعني من نفس الميدل ايست لا صعب شوي. شلون وكيف؟ للاسف بنشوف انه بعض اللي مثلا لاجئين قدامى في اوروبا او لاجئين جدد في اوروبا، رح اعطيكم اكزامبل عن لاجئين جدد. هن اللي بيجي جديد مثلي انا، كنت جاي جديد على اوروبا، لسه ما بعرف القوانين كثير، ما بعرف شيء، فكنت كان بلد جديد لي، كان صدمه حضاريه، كان في كثير شغلات جديده عم بتعرف عليها، عم بشوفها انه اي هيك المترو السيرفيس ما بتحسن تصفر اطلع فيه، لازم تستنى في دور، ففي عندهم قوانين وفي عندهم قواعد، ونحن نفس الشيء يعني، كان في عندنا عايشين بنفس بيئه فتغيرت علينا. المهم ما انا بالطويله انا بالقصيره، فانا بتذكر لما جيت جديد على السويد بالذات، ففي كتير ناس هدول اللاجئين القدامى يعني هو ابن البلد او من البلاد العربيه او شيء، فهذا اللي اخذ لك دور الاوروبي او متجنس قبل كم سنه هذا. فهذا لما بشوفك انه انت عم تقول يا الله الاكل مو طيب هون، ليش جيت لهون؟ يا الله برد، ليش جيت لهون؟ يا طيب يا الله انا ما يعني ما بعرف اروح، ليش جيت لهون؟ لا هذا ابنه لازم يعلم، ليش جيت مو في ناس هدول شغل ليش جيت لهون يعني بحسسوك ان هن اصحاب البلد. يا اخي الانسان انا شفت في كتير ناس نحطوا بمواقف هيك وقالوا لهم فورا انه انت ليش جيت لهون، انت مو من حقك تقول له ليش جيت لهون. لو كان سويدي او الماني او الشخص نفسه اللي عم يطرح المشكله هي وعم بقول ليش جيت لهون فيمكن ارد عليه وممكن اناقشه، بس انت بصفتك شو لحتى ارد عليك وناقشك او شيء؟ في ناس اجت جديد بدل ما اقول له ليش جيت لهون، ليش ما صحح له معلومته؟ ليش ما اساعده ليتصحح فكره؟ ليش ما اساعده؟ انا شفت مواقف قدامي كثير صارت للاسف، كنت مشتاق احكي عنها بس قلت بعدين، بس اجى الوقت لاحكي عنها. مثال، شفت واحد عم يطلع بباص كان وعم ساعده يعني معي، وانسان معي عم بيقول لي الله شوف اللاجئين هدول، يا الله طيب انت شايفه انه ما بيعرف يقطع وجاي جديد، بدال ما تروح تساعده بتتمسخر عليه، طيب معلش انت ساعده، انت ما دامك اخذ دور الاوروبي ودور المجنس ودور البطولي طيب ساعده لانه يكون احسن. لا وفورا بقول لك ايه انا سويدي او انا الماني انا متجنس، ارحم جدتك لما كانت تاكل معكرونه بالخبزه. لا عن جد، بس انه هو طبعا في نسبه كبيره من المجنسين ومن الناس اللي صار له زمان انه بساعدوا وبعتونا شفت هذا الشيء، بس هدول اللي عم احكي عنهم انا هن نسبه قليله كثير. فبتمنى منكم يا هالنسبه القليله لما تشوفوا واحد تغير وجهه نظره وما حب الاكل او شيء قولوا له هي هيك عادات البلد هن هيك، بس ما تقولوا ليش جيت لهون، وما تروحوا تبيضوا وجه جنب الاوروبيه انه نحن من هي المحافظه غير الناس يلي من هذيك المحافظه لانه نحن مثقفين فهن اغبياء. لا عيب، ما دام انت عم تروح لعند اوروبي بدك تصحح له وجهه نظرك قدام للي واحد من نفس بلدك او شيء فانت غلطان، لانه الاوروبي نظرته فيك وحده، لو كنت مجنس او ما لك مجنس نظرتك فيك وحده. ما بعرف انا في كثير منكم اكيد نحط بهالموقف هذا، بتمنى من كل واحد انه نحط بهالموقف يقول لنا شو صار معه، وبتمنى من المجنسين انه نتعاون مع بعض ونتكاتف ونحب، ولهون بتمنى انه وصلت وجهه نظري. السلام عليكم.